فيك تكوني امرأة بامتياز. ساندرا رح تعطيكي كل النصايح اللازمة. حس انه لازم افتح باب جديد لحياتي. اللي بينقصها رضا عن النفس. الهدف نعمل اعادة تموضع للدهن والجلد بوجهها لمثل ما كان من 10 سنين لورا. المواضيع كثيرة واكيد بتهمك. تنقية الفستان شغلة كثير مهمة، اكيد مش اهم من العريس. I can't believe it. أنا امرأة مع ساندرا منصور. عالم بخصك إلك وحدك. الأربعاء 11 إلا ربع المساء على MTV.